مساء الفل. بص، انا مش طالع اتكلم كتير النهارده. انا هعرض لكم فيديو دلوقتي للحن اغنيه ايوه اتغيرت لعمرو دياب من البوم شفت الايام. الاغنيه اللي انا كنت حاططها في اكتر 12 اغنيه او افضل 12 اغنيه لعمرو دياب، بس ما خدوش حقهم. الاغنيه بلحن شادي حسن طبعا، ملحن فشخولي جامد جدا، عامل اغاني جامده لعمرو والرامي صبري والناس كتير، ولكن عمرو عامل له شفت الايام، وكان عامل له الله على جماله، وعمل له جمع حبايبك اللي هو الاعلان. ويعني انا بحب ستايل شادي، ستايله غربي اكتر من انه بيعمل حاجه مقسومه ده، لا بحب اول الستايل بتاعه. الاغنيه كلمات تامر حسين، الحان المفروض ان هي الحان اسلام زكي اللي نزلت، ولكن دي لحن جديد وتوزيع لعادل حقي. هسمعكم لحن شادي، انا عن نفسي عجبني جدا على فكره، مش هقدر اقول لكم اني الاحسن، ولكن الاثنين مختلفين، ولكن دي حسيت بصوت عمرو قوي قوي فيها. فقولوا ايه رايكم فيها، مش هقول لكم اني الاحسن، بس قولوا لي هل مختلفه كتير عن اللي نزلت ولا لا. انا حسيتها كده ايه، بروح بتاعت قام الفراق، يعني عارفين في كده طبقه لعمرو اللي هو طبقه اللي هي اللوم، بس في نفس الوقت مش حزن، مش حاجة، مش هيعيش يفتكرني، يعني حاجة اللي بين البنين. ده اللي عندي النهاردة، هتسمعوها دلوقتي وقولوا رأيكم فيها ايه تحت في الكومنتات. اشوفكم فيديو جديد، سلام. الفيديو مخلص، استنوا دلوقتي. تيرارارارارا